جنيه واللي 2 جنيه اللي بتسيبهم وانت داخل البيت على السفرة، انت خارج بتنسى تاخدهم، اللي ملازمين جيوبك دايما، الفكة اللي بتسيبها للبياع علشان ما تقفش تستنى الباقي، او اللي بيقعوا منك وانت مش واخد بالك. الجنيه واللي 2 جنيه اللي مش واخد بالك منهم دول في عالم موازي تاني بيمثلوا دور كبير. الفضة او الفكة اللي لو خرجوا من جيبك ودخلوا حصالة من حصالات رسالة هيبقى لك دور كبير، وهتشارك في فرحة اسر كتير. خلينا اقولك ازاي. على مدار 5 سنين الحصالة دي ساعدتنا اننا تقريبا كل سنة بنذبح 4 أضاحي وبنوزع 1200 كيلو لحمة وفرحنا 407 أسرة، والسنة دي هدفنا نوسع نطاق الفرحة ونسعد 500 أسرة. ساهم معانا انت وكل اصحابك وقرايبك، وخلينا نقتدي بنهج الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لو عاوز تستلم الحصالة تقدر تزور فرع رسالة أبو حمص وتاخد إصرار رسمي باستلامك الحصالة.